السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم مع فورك يوهنس. هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في مواقع التواصل الاجتماعي الإثيوبيين بيوم الخدمة الذي يحتفل به اليوم في إثيوبيا، وقال إن الخدمة عظيمة، مشيرا إلى أن الشخص الذي يقوم بالخدمة يكتسب. وأوضح رئيس الوزراء أن الحياة لا تعتبر حياة دون خدمة الخالق والبلد والشعب، ونحن جميعا نتلقى الخدمات في مكان كما نقدم خدمات في أماكن أخرى. أجريت حملة النظافة في مناطق عديدة بمدينة أديس أبابا بمناسبة يوم الخدمة شرف، وشاركت السيدة دانا شابابي نائبة عمدة مدينة أديس أبابا في عمل النظافة مع عمال النظافة بمناسبة هذا اليوم. وأشارت السيدة دانتش في رسالتها إلى أن الخدمة هي أشرف من كل شيء، وقالت إن الخدمة هي جزء من الحياة تقدمها للآخرين وتتلقاها منهم. وأوضحت أن الخدمة أهميتها حقا توجد كل حين وفي كل مكان، لا تفرق بين الصغير والكبير، بداية من البيوت المتواضعة حتى القصر الجمهوري، وستستمر في المستقبل. وتشير المعلومات التي تم الحصول عليها من إدارة مدينة أديس أبابا أن شرطة أديس أبابا وعمال النظافة ورجال إطفاء الحرائق وشباب متطوعون وموظفون حكوميون شاركوا في نظافة مقر عمدة المدينة. دعت الحكومة الإثيوبية المجتمع الدولي للضغط على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية لوقف العدوان وقتل المدنيين الأبرياء ونهب الممتلكات. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الفيدرالية في حين رفض إدانة جرائم الجماعة الإرهابية الغازية لن يساعد في تحقيق سلام مستدام. وعلى الرغم من التزام الحكومة الفيدرالية بالسلام، إلا أن المجموعة لم تظهر أي نية لوقف الأعمال العدائية. وأضاف البيان أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعلنت مؤخرا تحالفها مع جماعة شن الإرهابية، وأن هدف الجماعتين هو زعزعة أمن واستقرار البلاد. ويجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ أن غزوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في المناطق المجاورة لا تعيق وصول المساعدات فحسب، بل تخلق متلقين جدد للمساعدات الإنسانية، والتي كان من الممكن أن يقوموا بمزاولة أعمالهم الزراعية حتى يتمكنوا بأن يعيشوا حياتهم الطبيعية. وقالت الوزارة في بيانها: يجب على الإرهابيين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التوقف عن استخدام المعاناة الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي. كل عام وأنتم بخير. هيئة الإذاعة الإثيوبية تتمنى لكم بأن يكون العام الجديد عام ود وسلام وبهجة وصحة وازدهار. كل عام وأنتم بخير. ذكر السيد يلالا فتاهون مسؤول في شمال غندر أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية التي حاولت الدخول إلى إقليم أمهرة عن طريق مايتابري عادت إلى المكان الذي جاءت منه وهي تتكبد خسائر فادحة. وقال: خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك انتصارات غيرت مسار الحرب، وإن خطة العمل الاستراتيجية بالتنسيق مع الجيش لسد الطريق على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية من التسلل إلى المنطقة وعدم خروج الفلول المتسللة بدأت تعطي ثمارها، وإن حوالي 55 بوابة تحت سيطرة قوات إقليم أمهرة والجيش الوطني. وقال إن القوات الأمنية في أجنيرا وجانورا على وجه الخصوص تمكنت من حماية المنطقة من الإرهابيين. ودعا المجتمع إلى اليقظة لاستمرار النصر الذي تم تحقيقه وإفشال مخطط العدو لتقسيم صف المجتمع وإخراج هذه المجموعة الإرهابية من البلاد.
تبرعت هيئة الإذاعة الإثيوبية بما يقدر بقيمة 2.5 مليون بر من الأغذية والملابس للنازحين في مدينة داسي. وقام ممثل الهيئة أبيل الدامو بتسليم 350 قنطارا من الذرة و100 قنطارا من القمح و800 بطانية وكمية كبيرة من الملابس إلى عمدة مدينة داسي أبابا جبر مسكل. وأشاد عمدة مدينة داسي أبابا جبر مسكل بجهود الهيئة المتنوعة الذي وصفه بالجدير بالثناء الذي تخطأ تقديم تقارير عن حملة الوجود. هذا ويتم إيواء 200 ألف نازحا في ملاجئ مؤقتة في مختلف مدينة داسي. بدأ فريق الاستجابة للطوارئ التابعة لمركز الإثيوبي لذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية في تحديد المستفيدين وتسجيلهم في مواقع النازحين داخليا في مدينة داسي بإقليم أمهرا، وذلك لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية والدعم المالي لهم. ويشمل المشروع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال المنفصلين عن ذويهم والشباب والنساء والحوامل والمرضعات في ثلاثة مواقع للنازحين داخليا في مختلف المدارس بمدينة داسي. ويعمل المركز بشكل تعاوني مع المنظمات الأخرى لتعزيز وتسهيل التنمية الشاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في إثيوبيا. فدي حاجات ملفتة وبرضه بتميز أثيوبيا. حاولت أجرب مرة أكلتها مرة واحدة، لكن اليوم كله تاني ما أكلتها. ما نفعت معي لأنه عدم التعويض. حبشية بحتة كده. مصمية من المعيب أن يتكلم عن الزهور وفي جنبنا أربعة زهرات جميلات، ولكن يعني هذه الزهور اللي تطلع في رأس السنة اللي هي زي ما يسموها أدي بابا. سنة عادية يا الله، ودي السنة إن شاء الله مليانة روق وهنا. سنة عادية يا الله، ودي السنة إن شاء الله مليانة روق وهنا. هيا يا رب عليك قلونا، الله يدي ما باقي وجنا. السنة الجديدة الإثيوبية في بيت سوداني أثيوبي، ترقبونا في العام الجديد الإثيوبي 2014. لام 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 لام. خرجت مدرسة بيرشالوكو العسكرية المجندين الذين تلقوا تدريبا عسكريا أساسيا في الجولة 34. وحضر حفل التخرج نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمك مكنن وكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين، وعلى رأسهم الفريق أسرات دينيرو قائد قوات الدفاع الوطني ورئيس مكتب حزب الازدهار. وأكد خريجو الجولة 34 استعدادهم للحفاظ على سيادة بلادهم. انطلق بناء سد النهضة قبل 10 سنوات، واعتبره الكل الإثيوبيين مشروعا وطنيا وتوافقا بين جميع أطياف المجتمع الإثيوبي، وقدم له جميع شرائح المجتمع الإثيوبي دعما ماليا ومعنويا، وبذل من أجله النفس والنفيس والغالي والرخيص. محمد يوسف لديه المزيد. انطلق بناء سد النهضة قبل عقد من الزمن، واعتبره كل الإثيوبيين مشروعا وطنيا،
وتوافقيا بين جميع أطياف المجتمع الإثيوبي، وقدم له جميع شرائح المجتمع الإثيوبي دعما ماليا ومعنويا، وبذل من أجله النفس والنفيس والغالي والرخيص، وساهم كل الإثيوبيين في المشروع بخالص أموالهم ومن عرق جبينهم، إلا أن المشروع الوطني الذي علق فيه الإثيوبيون أمالا كبيرة للخروج من الفقر لم يسلم من تحديات داخلية وخارجية تتمثل بالفساد المالي والإداري الذي كان يقوم به قادة نظام جبهة تحرير تيغراي أثناء حكمهم للبلاد وسيطرتهم على مفاصل الدولة والمشاريع التنموية الكبرى وعلى رأسها سد النهضة، مما أدى إلى التأخر من إنجازه في الوقت المحدد له الذي كان من المتوقع اكتماله عام 2018. والتحديات الخارجية هي المساعي التي تبذلها بعض الدول لعرقلة بناء السد بدعوى أنه يشكل تهديدا لأمنها القومي ويتسبب بالجفاف وتجويع وتعطيش شعوب دول المصب، رغم أن إثيوبيا أعلنت مرارا وتكرارا إن مشروع سد النهضة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية فقط ولا يستخدم في الزراعة المروية. وشهد مشروع سد النهضة منعطفا جديدا عندما قامت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ تضمنت اعتراف دول المصب بالمشروع والموافقة على استمرار عملية البناء إلى جانب المواصلة في المفاوضات الثلاثية. المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة رغم رحلتها الماراثونية لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، بدءا بالمفاوضات المرهقة التي جرت بين الدول الثلاث ومرورا بالتدخل الأمريكي ووصولا بالوساطة الإفريقية، ويقف عناد الدول المصب حائلا دون الوصول إلى اتفاقية مرضية للجميع، وخاصة مصر التي تتمسك بالاتفاق الاستعماري وما تقوله بالحق التاريخي في مياه النيل، متجاهلة بذلك كل دول حوض النيل في استخدام المياه بشكل عادل ودون إلحاق ضرر بالآخرين. ومحاولة تدويل ملف سد النهضة من قبل مصر والسودان التي باءت بالفشل وأخذه خارج الإطار الأفريقي والزج فيه منظمات غير معنية بشأن أفريقي مثل جامعة الدول العربية هي الأخرى التي تسببت في عدم نجاح المفاوضات الثلاثية، بالإضافة إلى استهانة دول المصب بالدور الإفريقي بحجة أنه لا يملك آلية لحل مثل هذه القضايا، رغم أن الاتحاد له مبدأ راسخ يقول حل المشكلة الأفريقية بحلول إفريقية. وبناء سد النهضة ما زال يسير على قدم وساق متغلبا على كل التحديات المحلية منها والخارجية، وها هي إثيوبيا تقوم بالملء الثاني في موسم الأمطار الحالي، وستبدأ قريبا بتوليد الطاقة الكهربائية من السد، فاتحة أبواب المفاوضات على مصراعيه لمن يرغب التوصل إلى اتفاقية عادلة ومرضية للجميع. أجرى السفير الإثيوبي لدى السودان بلتال أمرو محادثات مع السفير الألماني لدى السودان توماس تريسغن، وأطلع السفير عن الوضع الراهن في البلاد وجهود الحكومة في تقديم المساعدات الإنسانية وأنشطة الإرهابيين التي تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إقليم أمهرة وعفر. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من السفارة الإثيوبية في السودان، فقد أطلع السفير أيضا عن المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي ومسألة الحدود الإثيوبية السودانية. أكدت وزارة الداخلية السودانية أن أكثر من 70 صندوقا من الأسلحة التي تم استوردتها الخطوط الجوية الإثيوبية من أديس أبابا إلى الخرطوم شرعية. نقلت رويترس عن الحكومة السودانية التي قالت يوم السبت إن الأسلحة التي تم استولى عليها مسؤولو الجمارك في مطار الخرطوم استوردتها تجار أسلحة لديهم رخصة وتم نقلها بطريقة غير شرعية بطريقة شرعية. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا كانت هناك شكوك في أن
في أن الأسلحة التي نقلتها الخطوط الجوية الإثيوبية مساء السبت تستخدم لارتكاب جرائم ضد الحكومة السودانية، وعلى هذا الأثاث تم ضبطها من قبل سلطة الجمارك السودانية. وتقول السلطات الأمنية السودانية بأنها قامت بتحقيق في الأسلحة التي تم ضبطها بعد دخولها الخرطوم قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووجدتها بأنها تستوفي القوانين المطلوبة، كما تأكدت بأن الأسلحة ليست عسكرية إنما هي أسلحة تستخدم للصيد ولديها الوثائق القانونية اللازمة. وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان يوم الاثنين إن شاحنات الأسلحة التي تم نقلها إلى الخرطوم قانونية، كما أنها ليست عسكرية بل هي أسلحة تستخدم للصيد ولديها الوثائق القانونية اللازمة. تم توقيع منحة مساعدات لمشروع الأمن البشري الشعبي لبناء مركز تدريب مهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة بيكوجي في منطقة أرسي بإقليم أوروميا، ويعتبر معهد بريمير لإدارة الرياضة في الشرق الأوسط هو المروج النشط لهذا المشروع البالغ قدره 89,162 دولارا أمريكيا. وحضر حفل التوقيع سفيرة اليابان لدى إثيوبيا أيتو تاكاكو بحسب السفارة اليابانية في إثيوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أود باسم أعضاء البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية والممثلية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن أعبر عن أجمل التهاني وأحر التبريكات للشعب الإثيوبي بمناسبة العام الجديد 2014. إنه العام الذي عشته مع أبناء هذا الشعب الطيب لمدة تزيد عن 16 عاما. بمناسبة حلول رأس السنة الإثيوبية الجديدة، يسرني أن أتقدم إلى شعب إثيوبيا وحكومة إثيوبيا ورئاسة إثيوبيا بأحر التهاني والتبريكات، متمنيا أن تكون سنة خير ونماء للشعب الإثيوبي. ملكم أدي سمت. أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذا العام على هذا الشعب الطيب وعلى هذا البلد الطيب باليمن والخير والبركات والازدهار. ملكم أديس أمت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي شخصيا ونيابة عن أعضاء سفارة الجمهورية اليمنية في أديس أبابا، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشعب الأثيوبي الشقيق بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، متمنيا لهذا الشعب الطيب الشقيق الأمن والأمان والاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول السنة الأثيوبية الجديدة 2014، يطيب لسفارة المملكة العربية السعودية في أثيوبيا أن تغتنم هذه الفرصة للتوجيه للحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي الشقيق بأحر التبريكات وأصدق الأمنيات، ونتمنى أن يكون عام يسود فيه السلام والازدهار، وأن تتطور فيه العلاقات الأثيوبية السعودية إلى آفاق أرحب في كافة المجالات. وكل عام وأنتم بخير. ملكام أديس أمت. انعقد الاجتماع 27 لمديري ومفوضي الحدود بين إثيوبيا وجيبوتي في مدينة أرتا في جيبوتي اعتمارا من يوم الاثنين. وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشارت فريالم شبابو وزيرة الدولة للسلام إن شعبي البلدين لهما مصير مشترك ورؤية مشتركة،
كما شكرت فريالم القيادات الحكيمة والمستنيرة للحكومتين وسلطت الضوء على النجاح الذي تحقق في إقامة تعاون متعدد القطاعات. أظهرت الشراكة الاستراتيجية العميقة التي تتجاوز العلاقات التجارية. وبالمثل أكد برهانوس أجايا السفير فوق العادة والمفوض لإثيوبيا لدى جمهورية جيبوتي أن عقد الاجتماع في هذا المنعطف الحاسم هو انعكاس العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن الاجتماع هو أحد الآليات العديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع جوانب الارتباطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. عاد 437 مواطنا اثيوبيا الى بلادهم قادمين من المملكة العربية السعودية، من بينهم 84 طفلا. وبحسب المعلومات الواردة من مكتب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، فقد تم الترحيب بالعائدين في مطار بولي الدولي من قبل ممثل وزارة الشؤون الخارجية. ومعلوم ان الحكومة الاثيوبية تبذل قصارى جهدها لاعادة عدد كبير من الاثيوبيين الموجودين في المملكة العربية السعودية الى البلاد. أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف نوع من أنواع دلتا كوفيد 19 في إثيوبيا. وقالت وزيرة الصحة الدكتورة ليا تادسا إن عدد المرضى والمصابين والوفيات بكوفيد 19 قد ارتفع في الأسبوع الماضي بشكل كبير. وقالت إن نوع دلتا الذي اكتشف بوجوده في البلاد ينتشر بشكل أسرع وأكثر من الأنواع الأخرى من فيروس كورونا. وأشارت إلى ضرورة تطعيم المواطنين ضد كوفيد 19 واتباع الإجراءات الوقائية، كما شددت على ضرورة اتخاذ الحذر الشديد في الاحتفال بالسنة الإثيوبية الجديدة القادمة. تقام اليوم مراسم تشييع جنازة الفنان المخضرم على ما يهشته في ميدان مسقل. وصفت وزيرة الثقافة والسياحة دكتورة هيروت كاساو إن على ما يهشته ساهم في بناء البلاد من خلال مسيرته المهنية. ومن جانبها قالت نائبة عمدة مدينة أديس أبابا دانا تشابابا إن على ما يهشته خدم البلاد بإخلاص ومحبة وطنه. وقالت إثيوبيا تشكرك على مساهمتك وخدمتك. وفي رسالة ألقاها دانيال كبرت بالنيابة عن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن الفنان لما يهشته من الأشخاص الذين عرفتهم في حياتي عندما غنى لإثيوبيا وتحدث عن إثيوبيا. ومن جانبه قال المحاضر الأستاذ المساعد في معهد ياريد الموسيقي بأديس أبابا كليلو زودي إن الفقيد ساهم مساهمات كبيرة في تطوير الفن الموسيقي لإثيوبيا. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين.